مفيش حاجة يا جماعة، لسه بدري يا حماد. في ايه؟ زيدان الشارة الذهبية التانية هتديها لأفضل لاعب من فرقة كابتن عصفور صبري، وبعد كده هو اللي هيختار بقى الاثنين اللي هيمشوا. بس قبل الاستبعاد كان لازم الإشادة باللاعبين اللي ظهروا في فرقة عبد الستار صبري. يا جماعة احنا لازم ننقل في نص ملعب ايه الخصم عشان نضغطه. النهارده لا، احنا كنا بنلعب ورا. كابتن عبد الستار جبت لك زيدان علشان هيختار احسن ثلاث لعيبه، وواحد منهم هيديله الشاره الذهبيه علشان يحميه. المره دي في الماتش ده مش هيمشي، ولا قدر الله لو خسرته الماتش الجاي برضه مش هيمشي. طبعا اول حاجه هرد لك على على النتيجه النهارده، والكره هي كده مكسب وخساره. ضربات الجزاء محتاجه تركيز. اول ضربتين جزاء جم، بعد كده حسيت ان التركيز قل شويه، فمعلش هارد لك، وده درس ليك كلكم. احنا في ثلاث لعيبه هم اللي انا شايفهم النهارده كانوا يعني مركزين شويه في المباراه. رقم 9 المهاجم هو اللي يعني حسيت ان هو فين رقم 9. تعالى زيدان رشح ثلاث لعيبه عشان يمنحهم الشاره الذهبيه: محمد حماد ومحمود علاء وعمر سيد. انا هختار من الثلاثه دول حماد رقم 9. زي ما قلت هو كان بالنسبه لي هو ضيع ضربه جزاء، بس ضربه الجزاء في الاخر مش هي المقياس. يعني ضربه جزاء ده درس هو بيتعلمه، ودرس مهم جدا. لازم يبقى فاهم ان ضربه الجزاء دي مسؤوليه بتكسب فرقه، وممكن تخسر فرقه، وممكن تضيع نتيجه كامله. بس ان شاء الله ده يبقى حافز ليه ان هو يبقى مركز اكتر الفتره الجايه. انا كنت مبسوط بالكابتن زيدان، يعني ان هو اختارني انا وكده، بس انا كنت الفرحه ما كملتش يعني بالخساره.